تستحقون التقدير والاحترام على ما قدمتموه من جهود مثمرة وإنجازات رائعة. نفتخر بكم كتلاميذ متميزين وقدوات لغيركم في سعيهم نحو النجاح. وبكل فخر واعتذار نكرمكم على تميزكم وإبداعكم وتفوقكم. نبدأ الآن بتوزيع إشارات التفوق والتميز والهدايا للأوائل. نبدأ بالصف السادس: محمد قاسم كاظم، سلمان علي تحسين، فاطمة سرمد طارق، لينا مؤيد عباس، دانيا قصي محمد، رقية محمد عبد الستار، أيام حسنية علي. الصف السادس سي: جنات إبراهيم حسن، رقية سعد جاسم، زينب أحمد حسام، مريم علي، وإسماعيل علي. الصف السادس دي: ريحانة أحمد، ملاك مصطفى، أسد إبراهيم، شمس وسام سامر، نرجس حيدر إمام. فليتفضلوا. Thank you.
مرحبا.